يا قلبي اللي انهوان بي. الله يمسيكم بالخير ويا مرحبا ويا مسهلا. اليوم كم؟ اليوم 20، دخلنا العشر الأواخر. الله يوفقنا وياكم، اغتنموها العشر، عشر الأواخر، اغتنموها بالصلوات قياما، وفضلها فضل عظيم، وفيها ليلة خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر. فالواحد لا يعني تروح عليه هذه الأيام، يعني هو ما استفاد منها، والله العظيم انها حسرة، قسما بالله. 10 أيام بس اعمل فيها عملا صالح من قيام ومن دعاء وقنوت الله سبحانه وتعالى، وقد تصادف ليلة القدر، ما تدري، ليلة خير من 1000 شهر، والأجور فيها مضاعفة. طبعا انتم عارفين عندنا وقف أم الأوقاف، وقف يبني 7 أوقاف، لكي أنت تخيل وقف واحد يبني 7 أوقاف. أنا بواجه الكاميرا وإن شاء الله ما في خصم، لأنها فيها حث وخير لنا ولكم إن شاء الله. فوقف يبني 7 أوقاف، لك أن تتخيل هذا الوقف كسنبلة أنبتت 7 سنابل، كفالة أيتام، كسوة، إفطار صايم، أرامل مطلقات، إفطار صايم أرامل مطلقات، سقيا والكسوة، فكلها فيها خير. بدل ما تروح الدول الجمعية فيها سقيا ماء، طعام، افطار صايم، كسوة، ايتام ومطلقات، لا، جات كلها عندك، تحط بس 250 في هذا الوقف يروح ل7 اوقاف. اول شيء تصير انت مؤسس لهذا الوقف، وتصير انت من يعني اجور عظيمة، تطلع لك مكاشات، تطلع لكم يعني كل شيء مسهل. لا تروح بنك ولا تروح للجمعية تعطيها فلوس، افتح جوالك، ادخل على التطبيق، كل شيء سهل ميسر، والطريقة موضحة، ولا فيه اليوم أحد جاهل. لو أنك رايح أنت تبي تطلب لك من محل ولا من تطبيق ولا من متجر، عرفت كيف الطريقة وسألت فلان ودخلت وحطيت جوالك وحطيت إيميل وحطيت مدري إيش وأمور معقدة عشان تطلب، قلت لكم حافظينها. لكن أوقاف، ولا إذا خذت منك 20 ثانية، يعني خلنا نقول 30 ثانية وكثير بعد، لكن خلنا نقول فلك يعني أجر، أجر عظيم. تخيل حنا مقبلين على العيد، أسألك بالله، أنت ما أنت الحين عندك خير وبيتك مليان كسوة وأغراض وأمور، بس في داخلك لازم أنك تشتري، ولازم أنك شيء تأخذ شيء جديد، فما بالك بناس ما عندهم شيء، لا قديم ولا جديد، ينظرون فينا يقول يا رب متى يكتم الوقف عشان تجينا الكسوة ويجينا يبنون لهم، وأنت سبب في ذلك. 250 ريال، والله العظيم أنها ما هي بخسارة ولا راح تخسرك. أنت لو تروح المحلات قضيت ب10,000 و5,000 و6,000 وشيء مصيره للفنا وينتهي، بعضكم حتى بيأخذ للعيد وخلاص يطشها. لكن 250 ريال في 7 أوقاف، هذه تبقى لك خير إلى يوم القيامة على طول إلى ما النهاية، وال250 لك ريال تمشي في. يعني أكبر دليل وقف عثمان بن عفان، له وقف إلى الآن، وكم العثمان متوفى مئات السنين، ما ندري كم، أنا ما أدري صراحة، في معلومة ما عندي معلومة متى توفى، إلى الآن وقفه يمشي. فأنت وش ليش ما تتخذ عثمان قدوة والرسول قدوة، وتأخذ الكلام الطيب وتفعل العلم الطيب اللي هو لك أنت، ولا له بلي ولا للثاني ولا الثالث، لك أنت. ترى الوقت بكرة بتقفل، 10 أيام إن شاء الله يتقفل الوقت قبل ال10 أيام، بكرة بعده، وتقول ليتني تبرعت وفي ذاك الوقف اللي يبني 7 أوقاف، خير عظيم. تبي تهدي، فيه رقم ترسل عليه، أنا عندي مبلغ 5,000 10,000، أبهدي شخص، أبهدي، أبغى بطاقة إهداء، يعطونك درع ويعطونك شهادة تأسيس في الوقت، الوقف أنت مؤسس لهذا الوقف، شهادة يعني 950 ريال على الأسرة، تبرع عن أسرتك، ودهم واحد ولا 100، تبرع عنهم 950 ريال فقط. فبادروا، والله العظيم، والله أنا بحلف بالله وأنا صادق، لو أجي أنا أحدكم وأطلبه أكثر من 250 ريال، والله إني يعطيني إياها، ولو ما هي بعنده بيدبر لها، يروح منه بيأخذها. فأنا بشر،
تستحي مني، ودك تعمل عندي شيء طيب جميل، او انك عشانك تحبني تبي تعطيني اي شيء، لكن ما بالك تسوي شيء بينك وبين الله. لله سبحانه، التاجر مع الله سبحانه وتعالى، التجارة مع الله تجارة رابحة. حنا ندري انكم عارفين وفيكم خير، لكن من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا بما اني سفير فريق دعم مطلق مبادرة، اسعدهم تسعد، الله يجزيهم خير. جانا تبرعات في المبادرة هذه تخص مرضى السرطان اللي ما يقدرون يتبرعون ولا يقدرون، ومن باب فإذا من باب داووا مرضاكم بالصدقات، فتراك يوم القيامة في ظل صدقتك، بالعبد في ظل صدقته يوم القيامة. وسبعة يظلهم الله في ظل لا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل أنفق يمينه يعني فأخفاها ما تعلمها الشمال، يعني معنى الحديث أنك تحط يمينك وشمالك ما تدري كيف. بالجوال هانت ماسك الجوال مثلا كذا، وإيش مالك هنا تبرعت، إيش مالك ما تدري، أو العكس. فهذا فضل كبير. أمس داخلين رمضان واليوم باقي 10 أيام، أسبوع والرمضان منتهي، فيا خسارة اللي ما قدم شيء لحياته. والله أنت بتقدم لي ولا تقدم مدير القناة ولا تقدم لفلان ولا تقدم لنفسك أنت. بعض الناس يعني وده بالخير بس ما يدري كيف. لازم فحنا ننبهكم، ممكن انك انت او انتي اول مره تشوف البرنامج وتقول والله انا ودي اتبرع، وزين شفت الجمعيه اللي وقف ابني 7 أوقاف وين؟ في مكه المكرمه وشهر رمضان، الاجور مضاعفه. انا والله طول عمري ما شفت وقف ابني 7 أوقاف الا يعني وقف نفس الوقف هذا، تراه اوقاف يعني مصرحه من الدوله، اوقاف يعني على ناس ثقات واموركم ان شاء الله. بعض الناس لا، لو تدخل تسجل جمعيه تحصلها مصرحه من الدوله وفي منصه معروفه. الله يوفقنا وياكم. حنا والله العظيم ما نتكلم كل يوم في جوالاتنا في سناباتنا في القناه الا نبي لكم الخير، من باب الدال على الخير كفاعله. انت ما تقدر، انت ما تقدرين، انشري فيه، موجود في حساباتنا البوستات حقت لا انشروا. في بعض الناس والله العظيم يدعي لك، اذا جاء بعض الناس ما يتابع القناه مثلا وعندهم خير وده يتبرع في هذا الشهر، عنده زكاه عنده صدقه، فلما نشرت له هذه وشافها دعا لك بالخير، بيض الله وجهك. 250 في 7 أوقاف ممكن يشوف اي اسهم موجوده، 950 حقت الاسره، فيها 2000 وطاهر 2400 او 2000، وفيها يعني فيه يعني خير. الخير والله العظيم بين أيديكم، بس التسويف هو اللي خلى الناس إن شاء الله بكرة 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 راح رمضان عليه. حنا وهذه حاصلة علينا في البرنامج الأول، برنامج السوق، في أحد الأوقاف اللي قفلناها شخص أرسل قال والله العظيم إني ناوي أتبرع في ذا الوقف، لكن للأسف تقفلوا، أنا لسه أقول إن شاء الله بكرة ولا بعد. فتراها فرصة وأنت في شهر كريم، شهر كريم الأجور فيه مضاعفة، فحنا في العشر الأواخر. قد تصادف ليلة القدر، فأطلب الله وصل القيام ودع ربك وتصدق وزكوا أموالكم. فحنا والله ما نبي لكم إلا الخير. الكلام حنا ما نبي نطول الكلام، لكن والله العظيم كل جلسة نتكلم فيها في الوقف ولا في سناباتنا ولا في حساباتنا، نبغى لعل وعسى أحد يتبرع وحنا نكون السبب نأخذ أجره، ونبي لكم الأجر. بعض الناس ما يدري، مثل ما نعيد ونكرر، بعض الناس ما يدري إلا عن طريق مثل ما يتابع القناة بس يتابع سنابي أو يتابع تويتر فلان أو وشوف هذه يتبرع. ما تقدر تبرع، انشر لك الأجر. ترى لا يجي كبليس يقول ما عندي شيء، خلاص انشر يا أخو لك الأجر. أو 250 ريال في 7 أوقاف والله العظيم يعني شيء بسيط بسيط، والتاجر مع الله، ما تبي التاجر مع فلان ولا علان، مع الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وياكم. هذا بس يعني من باب التذكير، ومن باب حنا دخلنا العشر الأواخر، فشدوا حيلكم شدوا حيلكم. السوق ملحوقين عليه، السفر والله ملحوقين عليه، يعني المشاغل لاحقين عليها، ما هي برايحة، لكن
يعني ما نبي بعضكم يعني يقول يا ليت حاولت حاولت ما قدرت، او اني ناوي بكره ما الله كتب. فالله يوفقنا وياكم ان شاء الله ويسر امورنا امورك. الحي ابو ناصر. السلام عليكم. شوف السلام ورحمه الله وبركاته. شوف انا بغيت برا لكن في شو اسمه لا هواء عد هواء وغبار استمتع والله بحديثك الجميل. الله يجعل ولدك في الجنه. شو العلوم؟ الله يعافيك. مساكم الله بالخير جميع الربع. الله يمسكم. شلونكم طيبين؟ يسر الايام يا ابو ناصر. راحت راحت عيد بعد بكره. روحت الايام والنيه هنيه واحسب التاريخ هجري وميلادي. طيب عينت الشباب. ايه مصبط داخل من اليوم بدري بدري. شو انت مشكلتي يا اخوي الحظ ما تحافظ؟ ما حافظ يا اخوي. ودور خصتنا اللذة. هذا وانت ما تحافظ؟ حافظنا القصيد ما شاء الله. اجل عاد لو ممكن تحافظ. وش والله ما حافظ خاصة الحاجات الخفيفة حقت الشيلات دي ما حافظها. والعلوم والاخبار وش الجديد؟ خير وبنعمة ونحمد الله. ها وصلات. والله في غبار. السلام عليكم. الباب باب منه الله. قول يا الله ان الله لا يضيق علينا. الله يمشيكم بالخير. شكرا لك. شلونكم؟ شلون يعني؟ جزاك الله خير. ولد شو الجديد؟ حيا الربع. في الربع اليوم الجو غبار. شو العلم؟ اي والله اي والله. ها خلاص بمشي لتربه، تربه اليوم مطر. امطار يا ولد. امطار يسولون الربع مطر. والسيول. الجنوب كله في خير. يا اخي ايش في الجو؟ الشعبان سايله. ايش في الجو؟ الوديان سايله هنا في الديره. خلاص والربع تمشى يتمشون ويروحون ويجون وحنا جالسين هنا في الغبار. بالعكس صل على النبي. اللهم صل على محمد. انت تقول بعد 10 ايام ان شاء الله اذا الله كتب لنا عمر وقعدنا ما احد منا طلع بتروح للديره. خلاص وقت النبات تو يفز وتو ما يعني الحين صح ما لا ما قنعتني معلش. بتشوف ما قنعتني. شوف كلامك هناك. والله يسعدك صادق. انا عابر انا عابر عابر وصابر. خرجنا من كنت. انا ايش فيني انا؟ ليه ليه ليه؟ ايش اللي ليه؟ والله يا في قضية. والله يا في قضية برسلها لك. المن؟ علينا تكفى. لا لا ما هو علينا. هو معكم. على من؟ ما والله يا في قضية برسلها لك. على خط النار؟ خلها خلها. على صار. خلها بظروفها. أجل نويناكم يوم الجمعة. أنتم بكرة أنتم على الصدة. وش نوي؟ أعلنها بصريحة. حنا. إيه. علمني الحين القضية اللي عندك وش؟ يا رجال القضية اللي عندي بتشوفها في المحكمة. على من؟ ها؟ على من؟ بتشوفها في المحكمة. عليك ولا على خط النار بتشوفها في المحكمة يا طول عمر السلام. أنا مسالم ما عندي. بعدين أنا ماي ترى مالي في القضايا ولا لا. عطنا يا الاثنين. بوكل على هالسعيد. عطنا يا الاثنين الجمعة قد خلصت. إذا الجمعة قد خلصت أنا عطنا اليوم الاثنين. لا. نعيد بهم. هذه 100%. كيف قصدك؟ بنكسبها؟ بنكسبها خلال الاثنين الجمعة كاسبينها كلها كلها؟ إيه؟ اجي خلاص حتى اللي ضدنا ابشرك اللي ضدنا واذكرك كذا شيء اذكرك حاجة نخلي اطلق يعني ما هي بحولها حق ايش اسمه يعني؟ شوف نخلي ابو ناصر يقول والله شغال ابو ناصر التفت مني والله شغال صح يا ابو. لا شوف اللي ضدكم تكسبونها. شوف ها شوف ايش نبي اذا احلقه على لا 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 تصرح لا تصرح لا تصرح. في قضية لو رفعتها والله اني جبيها خصم قوي ما هو بسيط. على من؟ عليكم. ومن هي عليه منه؟ لا رديتها انا يوم الاثنين. هي. رديتها عندكم اللي على فهد. ليش؟ لان فهد مو موجود في المستشفى. عشان كذا ما تقدر طبعا الحين. ما لا اقدر. انا اتحداك. ليه؟ خلاص انا اتحداك. انت يعني ممنوع. لا 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 اتحداك نظام معك. تمنعني شيمتي. لا اني ارفع قضيه في ضد شخص هو مو تعبان ومريض وجالس في المستشفى. طيب وانا اروح ارفع في قضيه. طيب ما تكبر رفعها. ما تكبر رفعها غض النظر عن شيء. ما تكبر رفعها خلاص. اذا حضر فهد رفعتها. ما هو بحاضر بتحاول ترفعها؟ لا اصلا لو رفعتها نكسبها. والله ما تكسبها. ما هو علشان لونها علينا 100% نكسبها. النظام ما يحمل مغفلين. ها الغايب ما له حكم. ها
كيف انا في حكم؟ لا لا ما في يا حبيبي، ما هو بكل قضية. لا 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 حكم عليه غياب. لا لا والله ما في، واتحداك انت مو بنايب عنه وكيله. لا لا ما له دخل، ما انت مترافع عنه. لا النظام وش هو؟ النظام وش هو؟ عيالي حدني يرفعها. لا لا اذا صار ما هو موجود انت خاسر القضيه. ايه في النظام هذا، خلي يعني يرفعها. ارفع تب وانا اعلمكم كيف النظام. شوف احنا علمنا النظام، ما نبيك تخسر. الواجب مواجه ابيض ابن فارغ، ما نبيك تخسر. ما نبيك تخسر. لا ما عليك خساره، والله ان شاء الله ما خسر. خلاص النظام معروف، النظام لو انك قال بس القاض. اقول انكم والله خابريني كفو. اسمي والله ما راح نرفع في واحد لو ما هو موجود. بس احنا علمناك. خل السؤال. قلنا تراك رفعت تخسرها نظاميا. نسال ابو سلطان اذا لا تساله ما له دخل. انا ما برافع انك خابريني كفو. ما خابرنيك والله كفو، علمك طيب. بس انا اعطيك اياها عشان تنتبه بعدين، لا ترفع لحد غايب. والله صدق ابو ناصر غريب انك تجهل كذي. اقول لك شيء، اذا المحامي اذا بتخسرها، اذا نظام المحكمه والله كيف ترفع قضيه؟ هو انت ترافع، انت ليش جاي تترافع؟ ليش محامي دفاع انت؟ وش النظام؟ انا فريقي يا ولد. دقيقه فريقك هذا واحد. وش النظام؟ وش النظام؟ النظام عندنا المحكمه ايش يا محامي؟ وانت طيب وش يا محامي؟ الثاني وش هي؟ انت محامي عند سعد. سعد محامي والثاني وش ما راح وش تكسر القضيه؟ انت الحين محامي عنك يا سعد، تقول لا برد السعيد، تقدر؟ في نظام عندنا ان ان الطرف المتهم يقدر يوكل محامي ويقدر يترافع هو عن نفسه. عن نفسه خلاص، انا بقول ما ادري، الشخص غايب وما يقدر يترافع عن نفسه. خلاص ترفع القضيه. ايش جاي دفاع عندي مسجل اسمه؟ لا هذه القضيه انا ما ادري عنها، مثل الشباب لما مصر. طيب. كم مره طلع؟ طيب دقيقه. وقلنا فالمحكمه اللي اذا ما تعرف. أيوة. فيه الجلسه الاولى. آه. لو ما حضرت تمام تؤجل الجلسه. أيوة. الجلسه الثانيه خلاص يعني هذا ما حضرت الثانيه. آه. الثالثة يحكم غيابيا، معناته انه في حكم غيابي. خلاص انت بترفع الحين؟ لا هذه ما هي محكمة، هذه فعلية. اي صح، هذا شو قلت لك؟ هذه 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 محكمة افتراضية. اي هذه تمام؟ فما عندهم جلسات، عنده حكم من نفس الجلسة. خلاص من نفس الجلسة، مثل ما خسرها ولا مشكلة، انا ما اشيل الجلسة هذه نفسها. الشخص كيف يترافع عن نفسه؟ سعيد انت من جدك ولا شوف. تحاول انك بس تبغى تخيش علي؟ لا ماني بخيش، انت قلت ما عندك برافعها، خلاص كلام كلمتك انت. بس انا اعطيك النظام عشان ما تجي بعدين مثلا ترفعه شوي مسط تاخر ما حضر المحكمة وهو موجود، بس انك رفع عليه قضية مثلا تخسرها. نصيحة المفروض احنا ما نصرح بالامور ذي، بس يلا. ايش ابي ايش ازيد؟ جيتك من ناحية. أنا والليالي كل ليلين لنا موالا موالا ينبيني عن الوقت وصدوفه، أما يشرح الرجال ظرفه على رجالة، ولا يسكت الرجال لا يشرح ظروفه. ايوه هو يروح ابو ناصر. الله الله. ايوه يوم انه رجع من رحلته هو ولا باقي؟ ها؟ رجع من رحلته ولا باقي؟ لا يا رجال، هو رحلة الأولى. إيه. يا رجال جاء كمل. هذه سالفة بيتكم توكم تكملونها هنا. لا جاء من الأول. سلام. سمعت. سمعت مني. سمعت مني. وهو يروح مني طال عمرك. مرنا تنومه. إيه تنومه والقلب لا تلومه. الله. أسلم. انت بشكل الفاتح المسرح اقسم بالله يضحك، ضحكت قسم بالله. من هناك البارحه ضحكت على من؟ عليك. ما احنا باللي لا قصدي يقول الرجال علينا يا سعيد. ضحكت من قمحن بالهنقر سالفه الرجال. والله اني اليوم اصلي العصر الله يغفر الذنب، اقسم بالله اني ضحكت واني عدت الصلاه. يا اخي الله لا يعيدك انت فيها. اي والله اللي والله نيد وين اللي في الهنجر؟ ما ادري عنه. لا والله انك تدري. ابكي والله انك. المهم وضحك منك في الصباح شكلك يا اخو، اقسم بالله انك لو تطلع تعود الصباح. والله ضحكت من حقه الخيمه. فهد يشرح احنا انا وياك نلعب. ها ها وشكو وين حطيت عروستك؟ ها
يا رجال العروسه معك انت. يوم طلعنا مع الباب قال تكفى اعطني يا رجال. يا رجال كبه والله انا معك انت. يا رجال لحقني تكفى ابو حامد اعطني اياها. ما هم احنا اللي نلعب الالعاب يا قحطاني. ارحبوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسيتوا بالخير. مرحبا. الله يمسيك بالنور والسرور يا نعيم. مرحبا ومشهلا يا ابو شحاب. شكلك اليوم دبيتها صدق. اليوم صار لي ظرف لا اعلم فيه الا الله جل شانه. هات العذر. يوم دقيت سلفه بروح من المثريه بنزين من الصبح وانا اسحب عليه هذا الغلط. قلت لك الصبح في السياره ساعه وكيف شغال وبنزين يروح يروح. المهم بقي 4 كيلو 3 كيلو. اها. يوم دقيت سلفه اللي بروح عند بيت فارس اليوم. معزمني على الفطور وانا اشغل وانا انسى وانا تعدى الموتر طن طن طن. ايوه حلوه هذه النكبه. وانا صفط على اليمين ونشر ونشر ما حد يعطيني وجه. اقرب محطه 9 كيلو. الوقت متى؟ خلاص اذن باذن الله ما حد يوقف لك ولا حد صفط لي. يمين يسار وانا اطلب اوبر. هذا بعد الاذان بعد ما افطرت؟ لا قبل يذن بقي على ذا 4 دقائق 5 دقائق. والله من جسم الطريق لكن الخطوط هذه اللي وبع بيت فارس. بيت فارس 26 كيلو في الجهه هذه والمحطه في الجهه هذه. حلوه. يا مدرذره والذبان يا مدرذره والذبان واطلب اوبر ولا حد يقبل واطلب اوبر ولا حد يقبل واطلب اوبر اللي هو بعد عني 8 دقائق. ما نرفع عليه التليفون. السلام عليكم. قال هلا والله. أنا متعطل جيب لي معك بنزين المحطة ولا؟ قال ما في درب محطة لكني خلني أنا قابل الطلب وأنا في البيت. قلت خذ فطورك معك وتعال. ويأخذ لي تمرتين بيضة روج ويجيني بعصير برتقال ويجيني وأنا جالس في السيارة رير وأنا أرسل لعبيد فارس. قلت على عذر من الله أنا والله ما أقدر أجيك يا رجال. إي والله يجيني أوبر وأخذه اروح. جاني تقريبا بعد 14 دقيقة وربع ساعة واروح انا وياه للمحطة ونعبي جالونين شاري جالونين مويه ومفضيها بخمس ريال. اين واعبي سيارتي واعطي اوبر مشواره واروح للمحطة واعبي واجي على درب كافي هنا على دربي. ساعة 8 الا ثلث. هذا والله اللي هذا رجع لك هذا الاهمال. المال النسيان. أتذكرتني بواحد من الربع لو إنه مسك خط والبنزين خلاص على وشك بينتهي المحطة اللي قدام. لو إنه وصلنا المحطة خلاص يا ولد عبه. لا يا رجال يودينا المحطة اللي قدام. نايم أكيد نايم. قدام. ما غير نايم. خلا. أنا قلت نايم ما قلت نايم. عمك ولا. خلا واضح. عمك. واضح وصريح. أنا أعرف لي واحد. عاد أنت وياه حلف. واحد من الربع مقدم لي نصيحة والله كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. من 10 سنين مقدم لي نصيحة. قال إذا صار مترك بيوصل للنص بنزين عبه أول حاجة علشان ربع مدري أو ربع أم قال عبه. قال لي حاجة تخص الصفاية وتخص علشان الماكينة والصفاية. أعطاني عنها معلومة بس نسيتها ولا التزمت فيها. صح. لكن جرى علينا ليل. أبوي الله يطول في عمره. خليه لك ان شاء الله. الموتر نص ما تحصله نص حتى لو مشاورين جديده حصله نص ونقص تحصل نص عباف زين والله التانك. يا رجال ليه؟ قال سبحان الله يمكن سبحان الله يجيك شيء من الامور التالي الليل ولا مريض ولا شيء محطات مقفله حولك صح. فهم والله الصح. هو والله الصح. صح. طيب لو لا سمح الله خلي البنزين انه معك تمام. لو لا سمح الله بنشر عليك الكفر وتعطلت. إيه. وانت ما معك ما طور هواء ولا معك عفريته نفس مبادرتنا اليوم. ايه هذه مشكله. احمي نفسك. انت امس ما اعطتنا على انت امس اعطتنا على التغريس بس. احمي نفسك يعني لو معك ما طور هواء ومعك عفريته احمي نفسك بكره. بكره احمي نفسك انت بكره. خل المبادره بكره. شفت اسمع شفت مشي موضوعك بكره؟ والله اشتغل والله اشتري يوم ما طور هديه. اليوم شيء موضوعك بكره عندي في السلطه. والله هذه طيب يعني بالله ما هي بمبادره. اي بس ركام ما شو اسمه ما ضبطها صح. اسقاط شرفكم انتم. يا اخي احنا تعدينا ترى مراحل كبيره. اسقاطات العاديه دي ما عاد تنفع. والله ان العقل ما اقبلها وانها ما تنقبل. الله يترقع فيها من لا بكره. ابو سلطان محتار الحين من الحكم. هو ناوي بس مسفر وين؟ موجود. بعدين ترى ركام ما سوى شيء. ما سوى. ما هم معي. نجي من دهلك. بس خبره هناف عند الربع اللي تصدصد الربع اللي هنا ها؟ اللي هو اللي تعلمني فيه.
ما ينفع لازم يروح المكتب بنفسه. والله والله لازم يروح المكتب بنفسه. زحمة يعني. ولا يدق على تطبيق المسافر. سنعونه. على طول. على طول. ما عندك ما يعرف اللي. سهلة ترى مو بصعب. الحين أبو سحاب أنت قبل صح كنت في المطار. قبل تقريبا كم؟ قبل البرنامج. شفت يوم دخلت عليكم برنامج أول ليلة وشيل شنطرة مقدم استقالة العصر. وكم لك عندهم؟ كنت عندهم سنتين. طيب بسألك مثلا أنا اليوم بعد بعد البث إيه بعد البث أقدر أحجز مثلا في تاريخ يعني باقي على التاريخ هذا تقريبا 20 يوم 30 يوم تقدر تحجز حتى بعد حتى بعد سنة. والله؟ إي والله. حلو. سهل الحج سهل. وإذا فاتتك الرحلة في خطوط تعوضك وفي خطوط حلو حلو تروح حلو عليك وفي تختلف. أنت تعرف كل المطار ولا بس اللي أخوياك؟ أعرف صالة خمسة وصالة اثنين. كلهم صالة خمسة؟ كلهم صالة خمسة. فواز الشرمان؟ لا موظفين قصدك؟ لا والله. موظفين المطار أنت تتكلم عن عدد مهول يعني يوم تدخل أنت الشفت حقك. صح. موقعك وموقع أمن الدولة وموقع الخطوط وموقع موظفين المبيعات وموظفين الاي تي وذولي شيء يمكن أصلاً 10,000 في المطار ما شاء الله عدد مهول. فوين تعرف وين بس بعض أكثر من نعرف بالشكل يعني. صح. تعرف تدري علاقات واجد بس إنها ما تحيطهم يعني ممكن يمرك 4 شهور عشان صادف أصادف سعيد في شيفت يمكن بعد 4 شهور صادق 5 شهور بعد سنة بعد خويانا معي في نفس الدوام لو ما الوقت اللي نسلم فيه الشفت ونستلم يمكن بعضهم لان بعضهم مثبت على الشفت اللي اخذ له فيه سنه واللي اخذ 8 شهور لو ما قابل بدايه الشفت ولا نهايه الشفت ممكن ما واجهه غير بالتليفون بعد اكلمه بس. بس ايام ايام المطار اجمل ايام اللي عشتها على ضغطها وقوه العمل بيئه المطار. أنا واحد اللي يجي وظيفه في المطار لا يقول لا ما هو والله على نفس كلامك ده انا واحد من اخوياي موظف مطار يقول اقسم بمن احل القسم انها حياه ثانيه يقول حياه ثانيه اول شيء يقول علاقات وتقابل جميع الجنسيات جميع الناس حتى يقول حتى تتغير على مستواك الشخصي حتى تتغير يعني تاخذ من ذا تاخذ من ذا ثقافه وكذا اللغه تتغير عندك واللي عنده انجليزي يقول والله ثم الله اني انحديت على اللغه الانجليزيه اني قبل كنت ها بس انحديت عشان الناس تعامل مع اتعامل مع العملاء اللي يجوني والحين يقول ما شاء الله علي والله اني ما ادري وش بالضبط انا بس انا في المطار تعرف اللي يقصون بردنق ذولي ما ادري ايش اسمهم ايش يسمونه اسمهم طال عمرك الجي سي الجي سي زي كذا انا دخلت دوامي ما عندي شفت المكتب اللي عند اللي يحطون شنطهم ذولي تحت ولا فوق شحن ايه انا دخلت مو ما اعرف انجليزي الا يس ونو ما ادري وش يس يس كنت اسمع كنت اسمع من اول يلبس بدله رصاصيه رماديه سوداء سوداء ورماديه سوداء وكرفته زي كذا كنت اسمع عن الانجليزيه اللغه زي الرجال اللي جاء في المحكمه ذاك اليوم لا هذاك هذاك حق عطور انها بالممارسه وبالاختلاط وبالممارسه ترى الانجليزيه بعض الناس يقولون لازم تاخذ معهد بتمارس مثل الدليل الشبان اللي طلعوا قعدوا في ورامكم كم سنه بدون انجليزي الحين ما شاء الله دخلت ما عندي شيء لكن ايش تقابل الناس تقابل الجمهور بعدين كان انت تعرف انجليزي انت ايه وات از يور نيم عبد الله لا لا تعطي سؤال صعب على طول اختبر الصح دخلت لكن المكان اللي انا كنت فيه في يعني اول شيء كل الجنسيات ويعني ما شاء الله راقيه شوي يعني كلهم حلو دخلت احيانا كان يقول حاجات الحين اضحك على نفسي اني ما كنت اعرفها اقسم بالله العظيم يبونها ولا سبحان الله ما كنت اعرفها يعني ما ادري وش شوي 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 خلاص ما خلي حتى يكمل سؤاله من خلاص عرفت كلمه واحده من ضمن السؤال اللي يعطيني اياه عرفت وش يبي خلاص انا المطار في بالمارس ها المطار طال عمرك قابل فيه جميع فئات البشر والموقع اللي انا فيه يعني الطبقات المخمليه والله انك تجلس مع شخصيه ايا كان اسمها وايا كان عادي اتكلم عن نفسي يعني خلاص شفت نص مشاهير المملكه شفتهم سواء يمروننا ولا عن طريق الصالة العيدية ولا صح شخصيات واجد دول واجد هذا الداخلي الدولي يوم جيته الدولي دولي عالم ثاني انترناشونال ها انترناشونال اي الدولي
تخيل. انت بقولها بوابه على مسافرين الكويت، بوابه عمان، بوابه باكستان، بوابه امريكا، بوابه المانيا. هو قال هو يعرف ما شاء الله المحلي والدولي. انت انترناشونال دولي. دولي والمحلي محلي اونل اونل طيب حولها. طيب انترناشونال معناها صدق دولي؟ ايه اسلم لوكال لوكال محلي. الأكيد حتى لو شفتك من 11 في الليل لين 7 الصبح، لأن الشفتات ثابتة على جميع الوظائف، من 11 7 الصبح أو من 10 ل 6 تستمتع حتى لو المطار فاضي. أنا وأنا ماني موظف في المطار، وأنا ماني موظف، إذا جيت أسافر استمتع وأنا أمشي في المطار أقسم بالله العظيم. بعدين أنا حريص، أنا ترى المواعيد أنا سيدة، أنا في المواعيد يعني نظام على قولتهم، أحترم المواعيد. مثلا عندي رحلة الساعة 9 الليل، ترى هذا من الأشياء، ترى هذا من الأشياء اللي يرفع قيمتك يا سيد، أو يرفع قيمتك كإنسان. ترى أجي الساعة 9 موعدي أنت الإقلاع، 7 تحصلني في المطار. أنت إن شاء الله سعيد، خلصت أموري خلاص أتي قهوة. أنت إن شاء الله من المؤمنين. الله يجعل والديك المؤمنين عند وعودهم. الساعة 7 والله هني في المطار أتي قهوة وأخلص خلاص، ما عادي إلا أنتظر الرحلة وأقرأ وكتب تسوق محلات عندك. أما القراءة شفتك في العطور الظاهر أنت شفت وكل شيء موجود. بدأ يذب علي ليه؟ أيوه أسلم أسلم. بعدين شخصيتك ذاك ما انت بيع عطور. شفت لبسك اليمس؟ عطور كنت البسه في بدايات ما توظفت محل عطور، بعدين صرت اشيل الجيكيت والبس السديريه عرفتها بيضة، وفي زي السلسله من هنا انيق جدا، والله اوريك صوره ما تتصدق. وهذه أشمل جميل جميل بكل حاله. اسمع انت تجمل ملابس ما بالجمل. والله يا الربع ذكرتوني بحاله من الحالات. مرة من المرات دخل علي عميلة وبنتها، وحنا بنسكر الساعة 11 إلى ربع، وأنا مع الخبرة صرت أعرف العميل اللي يبغى يشتري ومعه فلوس والعميل اللي أنا دخلت علي يمشي. دخلت علي الأم الكبيرة قلت يا لها كرسي، جابوا لها كرسي جلسوها. إحنا عندنا كنب، بس الكنب مو جنب الرفوف حقت العطور، لا رفوف العطور هنا والكنب الضيافة هنا. احنا 11 الى ربع والعيال بيطلعون وبقفل المحل. انت مانجر؟ انا مدير المعرض. ايه ودخلت العميله حرمه كبيره معها بنتها، وحسيت انها عندها، سالتني عن عطرين، اول ما سالتني عرفت انها حرمه كاش وتبي تشتري، واثر بنتها عندها زواج. اثر بنتها اللي هنا كان معها زواج، لاني شفت السواق واقف برا، عامل واقف برا ومعها اكياس واجد وبراندات قويه. وحنا طبعا في ملامح للعميل نفهمها، صادق نفهم ملامح العميل اللي عنده دراهم والعميل اللي بيشتري، خلاص خبره قويه. قلت لها استريحي. وهي تستريح قلت انت تحبين البيت سيلر يعني الاكثر مبيعا يعني، ولا لك ذوق معين في العطور، ولا اعطيك رايي، ولا شو اجين البيت سيلر؟ البيت سيلر اكثر مبيعا يعني. قالت عليها بعد دقيقه، قالت ورني اللي عندك، في عطر عندنا اغلى يعايرني فيه فهد فارد اسمه الليل، قيمته 5000. وش وقتها كان قيمته؟ والله قيمته 5000 اسمه عطر الليل. عادي في عطور ترى، خليتنا نسوق اسمع الفاضي الحين. المهم العطر قيمته 4000 وقتها و500، والصغير منه قيمته 2600 50 ملي. طبعا هذا ثبات اسبوع يسوى، اي يسوى 60 مره، ولو معي فلوس شريتها الحين. تخيل العبوة حقتها التست حقه، إذا فضى الريحة تقعد 3 شهور شهرين ورب الكعب نشمم من العميل، لأنه حنا بالذات هالعطر يجون الناس يسيرون عنه كثير، ما نقدر بأخذون يخبخون. طيب هذا ما نبهم يخبخون يخسرون. براند وش هو؟ براند فريدريك مال فرنسي. براند هذا شخص جمع والله ما أدري كم شخصية، جمع له أكثر من 40 شخصية، ذولي كل واحد عنده عطر مبيعا اعلى مبيعا في العالم، فجمعهم كلهم في براند واحد. احنا بنجرب ذات وخلى كل واحد يصمم. حلو حلو. المهم هذا نسبه العود فيه الطبيعي 60% نفس العبوه. المهم خليت العطر هذا ما جبته، لاني لو جبته اكتفت فيه وصدت عن الباقي، خليته. قلت من اقعد معي؟ جلس معي محمد هايف مطيري اخوي اللي يصور في السناب. اسلم. اللي كنت عنده في الشقه. خلاص قلت للتيم اللي بيروح يروح. خلاص 11 السوق اللي حنا فيه خلاص 11 الى ربع خلاص ما عاد حد يجيك، لان كنا في ايام اسبوع ما كنا في ويكند. قلت خلاص قفلوا الكاشير الداخلي وخلوا الكاشير ذا
احنا نسوي سويتوا جرد وكل شيء؟ سويت مو جرد، لا نسوي التقفيله حقت اليوم والفلوس ونحطها وكذا. المهم جلست الخاله وبنتها قاعده واقفه عندها، وهي على براند معروف، شلت العطور اللي على براند، ما عندي طاوله فاضيه، شلت العطور في براند وخليت عطرين منها. قلت لها انتظريني بس خمس دقائق، شم العطر هذا، وجبت لها قهوه، قلت شم العطر هذا وبجيك. ناديت محمد وعندنا سله معينه كذا، وانا لقيت لها من كل براند ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة. المهم جبتها وحطيتها على الطاولة وقعدت أوزعها، حطيت الشرقي، حطيت الفلوري، حطيت. قلت ترى عندي تمكيس أمكس. قلت شلون؟ ما فهمت عليك. قلت يعني أنت شاري عطر بدال ما تكتفين بالريحة هذه، أنا خليك كأنك أنت صانع عطر جديد. يسألونك الناس وش هالعطر، يشمون في ريحة بس مو بعارفين إنها ريحتين مكس. إيه مكس. وانا اضرب لها مثال واحط لها الكرت، اصب في اول الكرت وتحت الكرت وانثر واخليه لين برد عشان ريحتين تخش مع بعض. شممتها وعجبتها الفكره، قالت خلاص. المهم جبت لها العطور وقمت اشرح لها، شرحت لها شرحت لها شرحت لها. قالت انا البنت عندها زواج. قلت الله يوفقها، طالما عندها زواج انا صادق، انا اتعامل مع العميل بصدق وبخبره. قلت طالما عندها زواج خلاص، في ثلاثة عطور هذه ما احتاجت مكسينة، طلعت لها واحد اثنين ثلاثة حطيتها على جنب. قلت هذه إذا ما خدتيها اعتبري فاتورة حقتك فالصو. قلت ايش؟ قلت اعتبري فاتورة هذه كلها العطور اللي بتاخذين اعتبريها ما منها فائدة إذا ما خدت الثلاث هذه. حلو. وعلى ضماني أنا خليها على جنب. قمت أشرح لها قمت أشرح لها قمت أشرح لها قمت أشرح لها وطقها فاتورة 37,000 ريال. وشو 37,000 ريال يوم؟ طبعا براندات عالميه، عالميه معروفه كل براند، في براندات نيش وفي براندات كوميشن، بس اللي يجي ياخذ نيش خلاص الكوميشن ما ياخذه. صح صح، لانه ما يوازي. خليته على جنب وجبت لها عطر اللي قلت هذا لا تشترين لبنتك، هذا اشتريه لك ولضيوفك. قلت شلون يعني؟ قلت هذا استخدمي انت وزوجك موجود الله يحفظه. قلت لا الله يرحمه. قلت خلاص هذا العطر لك ولضيوفك الخاصين اللي تمرين تسلمين عليه عند باب القاعه. طبعا فيهن عندنا توزيعات معينه، عبوات للبخ غير طبعا اعطيتها هدايا، غرقتها هدايا. قلت هذا تبخينه على ضيوفك، واذا تبين تتعاملين معي انا اتشرف، انا اخدمهم، انا العملاء حقين يخدمهم بالتليفون. فعلا انا ليش كونت قاعده كبيره من الزباين؟ العميل اللي يجيني المره الجايه ما اخليه يجي، خليه ياخذ رقمي واقول له العطر في بالك بس اطلبني اياه، لان عندنا عطور تنقطع انا حجزه لك واجيب لحد باب بيتك، ولا احجز لك، واذا عندي جديد براند جديد ارسل لك في الواتساب البراند وعطوره ومكوناته. اختصر خليه ما يجي المعرض غير هو عارف وش يبي او انه جاب الصدفه. طيب والشيء الثاني يثق فيني واضمن انه يصير زبون. حطت العطر على جنب، قالت هذا اول واحد حاسب لي عليه، وطقها فاتوره لحالها ب 4000، عقب حاسبنا على 37 وطقها فاتوره ب 4500 وقتها. عجوز الهدى وكثير كثير، بس انا اعطيك قصه اذكرها لان يوم انه يقول كنت بل يوم اني بديت ومع الحر كنت هذا دائما اسكرها، فكيتها فكيت الزرارين ووخرت في السديريه، السديريه تنفع وانت تمشي لانها ضيقه كانت شوي علي، تنفع وانت تمشي بس وانا واقف لا ما كانت مريحه معي، وانا افك زرار هذا وانا اروح ورا هذا وانا اخذ الجاكيت وانا البسه واستلمها وبيحة. ثالث يوم أو رابع يوم حول 50,000 جاني ثنتين يطلبوا نفس العطر، أطقهم 9,000 وشوي نفس العطر عن طريقها. وبعدها فترة وكلمتني. طيب معلش أنت تقدر تعلمني شو اسم المحل ذا البراند؟ ما أقدر أسميه لك عشان بس إنه أرسلك إلى الآن موجود موجودي وعندهم هذا مشهور. طيب ومعروف براند سعودي. أبو شحاب الحين مثلا محل معروف وفيه مثلا زي ما تقول هو يسمونه مشرف عام ولا مدير المعرض؟ في مسميات وايد. مدير المعرض، مدير، في مشرف، في سوبرفايزر. مدير المعرض هذا مشرف عليهم كلهم؟ لاني انا سوبرفايزر الموظف مرجع السوبرفايزر، سوبرفايزر مرجع المشرف او المدير. طيب في رياض بارك قبل تقريبا 4 ايام او شيء زي كذا رحت انا ادور عطر ابغاه، العطر هذا من العطورات الحصريه. انك باصره لو ممكن كلمني. اسمع، من العطورات الحصريه كان عطر العطر اللي يناسب. يلا حيه. مرحبا بهيدان، كيف الحال؟ سلم.
من العطورات الحصرية، والعطورات الحصرية تعرف تنقطع أحياناً ولا تكون تنقطع، تأخذ فترة طويلة، تأخذ فترة طويلة. براند كريد ولا قطع وردك، خليه إعلان لأني أنا أحب هالبراند، يعتبر براند عظيم. انقطعت عطوراته عنا سنة وشوي. كمل. دورت عطر حصري ما حصلته، أنا دوره دوره، سعره طبعاً غالي ما راح أقول اسمه. قالوا عند المحل ذاك، وراح المحل ذاك وأدخل يطلع عمر السلام. علمني بالمحل تدري بعلم. لا لا برسل لك واتس، برسل لك واتس. ها يقول ماني معلم اسمه براند. ارسلوك والصبح اليوم ايش سويت؟ براند هذا ما اعرفه كنت. لا شيء مني رجع منه والله العظيم. اسمع بقول مسط وش اسمه، وش اسمه، وش اسمه ما راح اقول. واذا ايش اسمه حق الحلاق ذا اللي بخاته في وجهين، هذا وش هو؟ خاصم نفس لا براند. لا 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 شو اسمه؟ اسلم اسلم. واروح يطلع عمره السلامه وادخل مع الباب هذا اللي ما يدق على رفيده من طبعا المحل كبير جدا كبير. ايه يا اخي انا ودي اقول اسم العطر بلاطه ابيض. ايه ودي اقول اسم العطر تعرف اللي كلشت ما ادري ضاع من راسي، وادور في الصوره في الجوال ما حصلت. انا عارفه بالشكل وبسالهم قلت من العطورات الحصريه وكذا وكذا. انا واجي يطلع عمره السلامه. طيب هذا وشو؟ اقلب انا مصوب الكاميرا. طيب ليش ليش تقلب؟ ايوه انت ما تبي تقول اسم العطر. هذا طيب انا دخل انا بسوي بزي كذا عشان ما يطلع قضيه. ما يعرفون ما يعرفون الشفاط الاخضر ذا ما حد يعرفه. اسمعني ذا قاطعني والله نكبه فايده. ضيعت العطر. وادخل يطلع عمره السلامه لمديره المعرض قدامي. السلام عليكم كيف الحال؟ قالت كيف نقدر نخدمك؟ كذا شوي قالوا حنا متابعين برامج الواقع. قابلت لك احد لابس نظاره دبه؟ لا. فرع بارك؟ طيب ما ادري والله ما دققت ما ادري. احنا متابعين برامج الواقع بس كيف نقدر نخدمك وكذا. المهم كنت بجي باسم العطر ولا صورته عشان العطر لونه اخضر طويل كذا شوي. لا لا الا لا. لا اكيد انك تعرف اخضر مربع مربع. ايه تعال تعال تعال. ها برسل برسل لك برسل. ها السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. ايش اسمه؟ اول حرفها اول حرفها ال. عند المسابقه. لا يا حبيبي اسم دقيقه يا ابو ناصر. يا سلام. برسل لك برسل لك. تبي تنكم هو حلو حلو مره. كم سعره؟ السعر معنا غالي جدا. كم طيب انت؟ عطنا اول حرف. وين من سوق الذهب ومن سوق البلدي؟ من اسم العطر. لا ما راح اقول لك. سوق الذهب وسوق البلدي. هنا في رياض بارك مقاطعوني يا ولد. المهم يطلع عمر السلامه. هنا. وانا اخذ العطر حصلت العطر. وانا اخذ العطر يطلع عمر السلامه. واجيب احاسب هذا مديره المعرض. قالت ما تحاسب ابدا. ليش كيف طريقه؟ قالت ما تحاسب تاخذ العطر ذا هديه لك. قلت الله يعطيكم العافيه ما تقصرون. المهم والله والله, والله العلي العظيم. ليه طيب حتى يطلع عمر السلامه اعطتني عطرات يمكن تقريبا 6 أو 7 مع من غير من غير لا لا براند ما يبي له براند عالمي. شو اسمها الصغيره ذي اللي تجي تست مو تست مو تست مو تست الصغيره هذه العينات. إيه؟ يمكن مع لا اسم معي في الموتر يمكن ذحين 16 ولا 17 من العينات. حلو حلو عطمه. المهم هذه من فالشمس معناته تستفيد منها ما خله. طيب بس ايش 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 الهدف؟ الهدف طال عمر السلامه من مدير المعرض هذا هل هو يعني له الصلاحيه كامله على شوف اللي اعرفه يعرفك هو اللي عرفه ان البراند ما هو ببراند يعني ما هو ببراند ب 200 ريال و 150 عشان يعطيك العطر. لكن ما ادري وش السياسه الجديده لان انا طالع من عندهم لثلاث سنوات عشان كذا انا سالتك اقول هل هو فال يعني لا فايم يقدر يقدر مدير فيمكن انه ما ادري وش التفاصيل اللي عندي يمكن ما لا بس المقابل وش مديرنا مدير مديرنا العام مديرنا طيب العام اعطنا اسم العطر مديرنا العام في وقتنا بعطرك منه مديرنا العام في وقتنا كان اذا بيعطينا شيء لنا احنا يا يعني ناخذ بخصم المعرض خصمهم هم 30% المدراء ولا يعطينا تست طيب انتم فهموني المقابل ويش؟ احنا المقابل هديه ايش يعطيك طيب هديه ليش قفت 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 كذا يعني في مقابل ولا يعرفونك طيب قال مرحبا يا مستطوع ايه تاخذ هديه خلاص يعرفونك احنا تكلمنا عن مدير المعرض وما مدير المعرض ذكرت سالفة من جيبه ذكرت سالفة من جيبه 90% من جيبه ايه انا ما ادري لانك شخص تستاهل بس عزمه عزمه للعشاء شفت الكلام شفت بروح انا وياك بارك وبنعرف طيب والله بروح انا وياك بارك والله بالصدق والله بقطع دقيقه شفت شفت اقول لك يوم اقول لك العملاء كيف تحافظ عليهم سعيد صديقي بيجيكم كيف العملاء تحافظ عليهم اقول لك جونا براند كريد كان يطلبونه براند عظيم اخذ سنه وثلاث شهور مكتوب الابيض بشكل عام الافنتس والسيلفر كلها كانت مطلوبه
يمكن يجيني العميل يطلب وش كنت اسوي هو موجود، اقول لها براند مقطوع بس ممكن تعطينا رقمك اذا وصل مكلمك واخذ رقمه. المهم يوم جانا عقب سنه ثلاث شهور جانا 10 عطور من كل تذكر، وانا افكر وانا افك دفتر الدفتر حق المعرض وانا افك الارقام الارقام بس ما ادق عليهم كلهم عشان ما اخلص اللي عندي. دقيت على 4-5 بس جوني شرب في لندن ما كانوا يلقون. طيب رجعوا شراكم في سؤال خارج العطورات. ايه انا واقف خلاص دقيقه مسابقة. دقيقه واحده وجاوب والله علي. ايش رايك في الرجال يجي اللي يطرد ضيوفه؟ افا يطردهم يطردهم قدهم عنده جالسين وطردهم. افا مريض مخطين في شيء ولا شيء؟ لا والله هذا لا تسألنا عليه، هذا مصخ، هذا سؤالك ذا اصلا بدون سبب سؤال تعبان. هذا السؤال كذا غادي هو له هدف منه بس ما ادري وش والله. لا والله شوف احنا اليوم كنا عند رجال في مساحه وسولفنا شوي. الانترنت ما انترنت هذا اتركها هذا 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 ما فيها رياضي ولا فيها. اعطانا كلنا ميوت، كلنا اربع ترجال نسولف معه اعطانا ميوت. هذا حر طردنا. هذا حر. ايوه علمني ليش. ليش اعطاك ميوت كلكم؟ كلنا عند السبب. هذا انا هذا انا الساعه 6 الصبح دام فيها حر. هذا انا خلني اخذ نفسي مع الرياضيين، خلني اخذ نفسي مع الرياضيين. حر يا ولد من قبل المرة. والله اني قال الحر وانا ما اعرف من هذا جاه اتصال من امه ولا من ابوه. قال دقيقه حر يعني على كيفه ما بصقر يعني. طيب لو سمحتوا اسمع اقسم بالله فريقين ارتفع ضغط اليوم. يلا انا ابو سحاب خليها بعد شوي. لا لا الحين الحين عندي ارتباط جوا. طيب بامكانك تروح. اي بس برجع لك. ما في لا تبدا سولفوا يلا هلا بنبدا. بس انا وانتم انتم فريقين. طيب الحين مسلط كيف تقسم نفسك؟ والله سعيد الحال يكفي. انا ابو سحاب فريق ولا فريق؟ خلاص مسلط تعال جنب فهد بالله. اجي جنبه؟ ثقافيه هي ولا عاد انا بتمشكل معه؟ ترى قضيه على خط الاعصار على ليه؟ العصار ليه القهوة حاطة زي كذا صح عشان ما يطلع اسمه. ايه جاء فهد وحركها وشر والمقطع مثبت ومصور وجاهز. قضية جاهزة. اسمع مصلط قضية جاهزة وما راح ارفع. مصلط ليه ما تغطي الشعار الثاني؟ طيب انا مصلط حبيبي بعدين فر وقال كذا. السؤال الاول اني اشر كذا. السؤال الاول لو سمحتوا. السؤال الاول هنا ولا هنا اللي تبي؟ خلينا نبدا من اليمين. احنا جاهزين. تمام. السؤال الأول والله حلو والله سعيد. سم شيئان لا يمكنك تناولهما في الفطور. السؤال بس كذا ترى كيف شيئان لا يمكنك تناولهما في الفطور؟ قد مرت علي بس من جنسة الغداء والعشاء. إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك. يا سلام. طيب السؤال لكم. سقط هاتف محمد الذكي في كوب كبير من القهوة لكنه لم يبتل، لماذا؟ سقط ايش؟ جوال محمد طاح في كوب قهوه لكنه لم يبتل. الكوب فاضي. خطا. دقيقه دقيقه باقي ما جاوب. ترى في تحويل. في تحويل صح؟ لا انتظروا خلينا نشوف. ما اجاوب انا؟ خطا. اجاوب انا؟ ايه اجاوب؟ إيه؟ لانه ذكي. خطا. الاجابه لانه سقط في كوب مسحوق القهوه. يعني قهوة لسه ما بعد تسوت. فنانة. طيب فنانة فنانة فنانة. ليش؟ لأن القهوة مسحوق. ذا تراب. يعني أنت حاط القهوة هاي قهوة. عطنا السؤال. أدري صحيح. اليوم طيب. اليوم يوم الإصابة. وخسرتك خسرتها. سعد. إذا السؤال لك يا زيد. يلا عطنا في تنضوكم. يقول إذا سقطت البيضة في البحر ماذا يحدث لها؟ تطفو. خطأ. إجابة خاطئة. ها ها ها. إذا سقطت البيضة في البحر ماذا يحدث لها؟ الإجابة تتبلل من ماء البحر. صح. طيب السؤال لكم. خلكم سريعين يا شباب نبغى حماس. يلا 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 يلا. يلا. ماذا يوجد في وسط باريس؟ بسرعة. ماذا يوجد في وسط باريس؟ برج. خطأ. ها. حرف الراء. أسئلة أسئلة ذكية. أسئلة ذكية. طيب أعطنا أسئلة ثقافية ودي. يلا مو مشكلة جبها جبها. خسر.
سؤال لكم، لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ بسرعة. ها؟ خطأ خطأ. لا لا خلي مفروض هذا علي علي مع سيد مع سيد مع سيد. لماذا يعتبر الخشب من ال... لا لا مفروض ما تدق لين تبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواحد يسلم لا دخل على الرجال. أوكي الإجابة جت من علي وعلي تو جاي، معليش نعطيكم وقت يلا. طيب اسمع أيوة أوكي، لماذا يعتبر الخشب من الأيتام؟ دقيقة أبو ناصر أبو ناصر دقيقة، ما أقطع مسابقتك، لكن الواحد لا دخل على الرجال يسلم يسلم. صح، وكنت أبغى ألفت هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه إسقاطة يعني. نعم نحترم المطر. دقيقة لا ترفع يدك اليسرى لو سمحت، احنا في مسابقه نلعب على مسابقته. ابوه وامه ما يجي الجواب. السؤال ايش؟ لماذا يعتبر الخشب من الايتام؟ ابوه وامه ميتين يا اخي، ما يبغى له. لا لا ما كيف انتهى الوقت. اجابه خاطئه. وش؟ والله يوضح شب. الاجابه الصحيحه لانه مقطوع من شجره نفسه. لا صح. طيب السؤال انتقل للفريق الاخر. والله ذكيه تاسل يقول ما يبي له ساقان ولا يستطيع المشي، ما هو؟ عادل بن عيد. ليش؟ له ساقان ولكن لا يستطيع المشي. له ساقان؟ ايه. جو عادل. سريع. له ساقان؟ ايه بسرعة. ساقان ما يمشي. ربي وفقه. خلاص. انتهى الوقت. اجابه خاطئه. قاعد بنهر الاجابه السروال. انا ولا السروال السروال ولا والله اقسم بالله بالنار. يلا يلا واصل. زعلان عليكم يا الاثنين، كل واحد ما اخطط قيمه الثاني. طيب ولا احد. السؤال انتقل عندكم. توكل والله. صح اي والله. لماذا يعد القرد من الحيوانات السريعه في الجري؟ لانه يجي بيده ورجوله. خطا. عادي في فرصه ثانيه ما يوقف. لا معنى الوقت. خطا. لأن القرد في عينه أم غزال والغزال سريع. الأسئلة هذه لا أسئلة هذه حضرت لها وادي. لا يعني عاد واحد يقدم. حافظ. السؤال لكم وبسرعة لأن الوقت قاعد التايمر يمشي، أول ما نسمع النغمة انتهى وقتكم. ولا تجاوب إلا وأنت متأكد. ما الشيء الذي يسقط ولا يتعرض للأذى؟ ما الشيء الذي يسقط ولا يتعرض للأذى؟ الماء. جاوب وقف. قربت. لا تعطيه. ماله. قطرات. المطر إجابة صحيحة. ألف مبروك. والله أنا أعرفها على طول من أول مرة. أنا جاوبت السؤال. السؤال انتقل عندكم. محبة. لماذا يعد الحمار الوحشي أعزكم الله من الحيوانات القديمة؟ لأنه أبيض وأسود. إجابة صحيحة. ألف مبروك. 2-1. ألف مبروك. سامج. 2-1. حركته هو ذاك. والله يا رد جاهل. سجل 2-1. حط الطقم فهد وخل فهد يعطيك طقم. طيب إذا كان هناك بيت أزرق على يمينك وبيت أحمر على يسارك، فأين يكون البيت الأبيض؟ أنا بجاوب. خلفي أنا بجاوب. خطأ. أنا بجاوب. في أمريكا. في واشنطن. خطأ خطأ عليكم. خطأ. جاوب أبغى ساكت. طيب السؤال ينتقل عندكم. لماذا تخلص سندوتشات البرجر سريعا بسرعة؟ لماذا ايش؟ تخلص لا وجبة سريعة. إجابة صحيحة. ألف مبروك. يا قهر سهلة ما يبغى لها ذكاء. هناك لاعب لديه وقت فراغ، فمن هو؟ نكش. لاعب لديه وقت فراغ، فمن هو؟ الحارس. لا لا خطأ. اللاعب احتياط. خطأ. ليش هو؟ اللاعب الفارغ. الإجابة لاعب كرة القدم وائل جمعة، لأن يوم الجمعة إجازة. أقول الكاميرا. النور. خطأ. الكاميرا. خطأ. النور. النهار. خطأ. سحاب. لا 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 هي المرآة.
يا الغبنة يا والله اسئلتي تمغص اول مره اني احس اني زي اقسم بالله. السؤال عندكم لماذا الفيل يسبح بالشورت الاخضر؟ لماذا الفيل يسبح في البحر بالشورت الاخضر؟ دقيقه ما يلبس شورت. لا هو أخضر. يقول لماذا هو اخضر ليش؟ شوف شكله اخضر ليش؟ ما يلبس شورت. وكل فيل يجي فيه شورت. الفيل ما يسبح اصلا. جاوب بعد ما انتهى الوقت. انتهى الوقت. ها لان الشورت الاحمر في الغساله. لا لا هذه انت دقيقه انت قاصدنا الفريق ده تبي تطلع ابراهيم مع بعض. ايه يلا مزلط خلاص. الله يحييك. لا صدق من هذا مالي يومين يومين ربي ورمك الله الله تزيلك رجل. طيب عندكم السؤال. انا جاوبنا غلط. انا اعلمك تزيل رهيب احنا هنا. هذا اعطونا صوت يديك صوت. هذا حمك صوت ايش؟ لا 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 يجي لا يجي لا يجي زوت ويش؟ اه اقلع بليسك يا سعد. سجلت عند فارس انت يا مسلط. ماذا سيحدث إذا ألقيت قبعة بيضاء في البحر الأحمر؟ سيصير أبيض. يصير أبيض. ينقلب لونه من الأحمر إلى الأبيض. خطأ. هي تقعد على ما عليه. يطفو يطفو. لا تبتل. ستبتل زي ما تبتل صح. علمتكم قبل شوي البيضة. يا رجال طيب الفيل كيف نصير؟ كم كم؟ 5-3. طيب هذا سؤال سهل. الله بالله يا شلتك انها تقهر. سؤال سهل لكم يا هذا. الله لا يحييك. أين يوجد البحر بلا ماء؟ إذا ما جاوبتوا أنا أعلن اعتزالي. إيش؟ أين يوجد البحر الذي بلا ماء؟ جنوب أفريقيا. بحر بدون ماء. جنوب أفريقيا. بحر العين. في الصحراء. جنوب أفريقيا. خطا. في الخريطة. 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 شغلها بالنغمة. أربعة. لا ما جاوب. حنا حنا حنا. لا كويس ما بي. أربعة. بيجيك بيجيكم أخسكم. يلا. راح اجيب لكم الجزء الثاني من الاسئله واجيكم. بس اسئله دقيقه خلنا نكمل خلنا نكمل واجيب لكم النتيجه بعد شوي. سعد سعد وش اللي الاسئله حقك لو اللي حق تمساق تجاوب ما عندك في وش الاسم اللي بالورقه دخلتني اللي بالورقه حصه صح. الله انك ذكي. شباب سؤال وش اللي شيء ولا هو شيء 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 صح. والله بطل هذا الولد. طيب اني دار انك كذا ايش جاوبت فيه زرافه نطت في البحر ولبست شورت ازرق ليش؟ لان الشورت الاحمر في الغساله. لا ها اخذته من الفيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحبوا رحبوا الله رحبوا 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 المتسابق مسفر بن مانع يفوز معنا ب يلا حي درع الجمهور يستاهل مباراه. بيت 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 سبقه. طيب بيت 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 لا لا اذا تقدر قصر طيب احسن من البيت. في فله ما تبي تبي شقه. نبغى الفله فله فله. ما اصلح يا بصرات هذه نجم النجوم. نجم النجوم نجم النجوم نجم النجوم لا حد يتاخر عليه. مرحبا بالنجمه اعداد همال المطر يا عيال. مطر واعداد بعلمك الحاجه. ها اول قلت على الحاجه يا عيال. مطر يا عيال مطر مطر يا عيال. ما راح اتقلوا اتقلوا. لا بس اتخيل اني في تربه. ليش اوصيكم بكره نمت جعلها مطر اليوم. اي والله مطر الديار كلها مطر. لكن جنوب كلها حتى ديرتنا الغربيه بشكل عام. مره اي مره بارك الله. شباب يا شباب ترى بعد البرنامج بقول لك شيء نبي نجتمع لو بعد شهر بعلمكم. انت تبون يا شباب انت تبون ايمان هو يقعد معنا. يا شباب يا شباب اريد شباب فهد بيش عندي كلمه. انت تبون امام يجي من برا ولا ارشحكم انتم؟ انا رشحت اثنين. رشحتك انت ورشحت ابو سحاب. الوش القيام جعلبوك للجنه. اليوم بدينا والله. لا لا انا ما ادري ودكم انا ولا ابو سحاب ولا اي واحد. ايش قيامنا؟ انا انتم فيكم الخير ولا قصور البقيه لكن انتم اللي افضل. انتم كبارنا وانتم ما شاء الله عليكم يعني بقران تقرا من غير قصور في العيال الباقيين. لا لا ما في قصور بس انه احنا نشوف انكم يعني يا سعيد نبي انت بشيباننا يا رب. قدوتنا. لا قدوتنا. لا شوف بقول لك منها يعني ما انا اشوف انك تجيب ما تجيب ما من برا والشباب كلهم موجودين. لا 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 متعلمين كل ما بغنى الصغر جاء واحد كفر.
أجل عندك أعطاه وضعية أبو سلطان. يوم جاء عند أبو سلطان واحد يصلي والشباب كلهم متعلمين ما فيهم واحد يعني قرايته ما هي بزينة ما يصلح. لذلك رشح واحد هو أنت وأبو سحاب ولا ثلاثة ما فيها شيء. هو شوف حتى لو الصور قصار بس اللهم على قولتهم تطويله في السجود تطويله في الركوع بس ما عليك اذا صليت كنا اذا صليت كنا اليوم الوتريه اذا صليت كنا ان شاء الله اذا صليت كنا الركعه الاولى وجهين والله يوفقنا وياكم الركعتين وياك الاولى وجهين كيف وجهين الله يوفقك بالخير وجهه وشو يا وجهه في دفتر دخلوه مستشفى ليش عزل هذا اللي بصلي فيكم دام هو وجهين قدها في دفتر دخلوه مستشفى ليش؟ صح مسطر صح هذه الأسئلة الواضحة جاوب على أسئلة مثل ذي يا عبا في 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 دفتر زعلوا منها ليش؟ سواه قبل شوي قضية على الأعصاب ليش؟ أبو وجهين رجل الذباق هذا من بدايتها كذا أوريكم أنا كيف وش بلاها أنعمة يقول الله لا يضيق علينا النصر ما يقدر يطلع مع الباب حاولوا قلتوا يقدر ليش؟ احس نفسه نصر ايه كذا احس نفسه شل تعال جيت تعالوا جينا حبيبي حبيبي انا لا دخلت النت اي طلعت فضايح بعض الناس كفو تعالوا تعالوا بيني وبينكم لا ادري عاد زياد اي فحط فزد اي من اول ما شفته ايش دخل زياد زياد مديرنا ايش دخله هو اللي فحط هو اللي مختلفنا مختلف ايش دخله ايش دخله ايه القضايا ما ترفع الا تمر عليه يقراه يرسل له ابو طيب هذيك تختلف هذيك مواترهم الخاصة هي مواتر الجمهور لا مواتر الجمهور ذيك هاي مواتر الجمهور لا 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 خاصة لا 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 دخولية دخلوها اي دخولية 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 اسمعي له لا دخولية حبيبي بغى يشيل ثلاث محلات يوم لف والشباب اللي بغى يلقط والشباب اللي بغى يلقط غير اللي راكبين معه اللي بغى يقدمهم الى التهلكه حكم صدر وخلاص الله هذا محامي محامينا شباب غير الشباب اللي راكبين بغى يقدمهم الى التهلكه وشفت واحد ماسك زي كذا طيب طيب دقيقه ما تشوفه في مكه هي قاعد يدعي الله قاعد يدعين الله يغفر له عبد الله يدعون يا رب يدعي يا رب اللي يقول اللهم من خلفهم سد من راس سد فخشتهم فهم لا بيصرون ايه والله يغفرنا على ما راح سنتين جاهم شيء في ذاك الوقت خصم شو اشتراك برايم لا ما جاهم شيء اشتراك بل معه بكه عشان كذا وليد ما سوى شيء جميري ما شغل جميري يدعي لنا قلت ادعي نفسك الحين انت اسمع صوت الجميري بالمقطع ايه اسمع صوت الجميري بالمقطع يقول زياد ايه كلهم الاثنين أنا يا مرحبا اقلط اقلط ما نطارق ما نطارق احترام يدقوا عقب ما اول واحد قلت عليكم السلام اقسم من اللي ما شاف مبادره فهد امس انا شفتها من اللي ما شافها شوفها والله اني شفتك وتقعد تقطع المفروض اقسم بالله المفروض الف تروح لكم اليوم بدون تصويت حتى صدق والله جميله الشيء الحق حق ينقال راقي حق ينقال شكرا بس جت نهايتها شيء للامانه سببت علينا لا فيها ثغرات بسيطه لكن حلوه مره هذا تسبب عليك ريق على المحل. انا كسرتها عشان ما حد ياخذ فكره منها لاني عارف انه بياخذونها منها شفت اليوم ايش ليك ليش اليوم تفصل عنها في المساحه وتقفلها انا ما نفصل عنها في المساحه شفت اليوم الجمعه اللي هو الصبح الصبح انا انصح نصيحه اقرا قران اهدى وادع الله والله لان اتوقع ها اني انا اللي بتمرد ابو شيخي ما ذي كلها اتوقع انا خلاص كلكم بادرت باقي انا ترى لا بديت وقف يا عيال وقف بدر ايش سويت مبادره وقف القضايا الاسبوع ده من سفير حقنا انا سويت مبادره اي سويت متى حلينا انا وياك اي والله انت غايب والله انك رجاده سواها اصبروا علي مبادره ما هي على اصبروا علي والله حلوه اجل اعتذر 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 كبرت اعتذر الرجل هذا مدح مبادرتي وسال سعيد ابو ظهير صوت بسيط قال انت سويت مبادره قال انت سويت مبادره قال سعيد ابو ظهير اسمع قال سويت مبادره قويه ما تليق في المقام اللي هو لا ما قال لا لا ارجع قويه دقيقه يقوي الرجل ما لم يقل هذه قضيه اليوم الاثنين تطلع يوم الاثنين انت ولا خلاص حنا ما عاد صارت على المستوى المحلي صارت برا تعال 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 ما قد القعد قد القعد يا رجال كم مقاس في تيشيرتك كم مقاس كم مقاس لارج اكس لارج سمول اكتب اكتب فهد وقع وقع يا وقع وقع لا تخاف معك شوت اسمني خايف لا تخاف ايش قال بالضبط انت موجود قال مبادره لا تليق بالمقام المكان انا بدخل المقطع واحطه هذا تمام صح
صح؟ معهم. تشهد يا مسفر؟ نعم معكم. اشهد. نعم. أنت خليك شاهد معك. نعم شاهد. نعم. وقع لي هنا وعليكم. كفو. والله إنك كفو. اثبت يا ولد. تعال تعال. بقول لك شيء. في بنت اسمها عليا. كبرت. صارت على الف. وش بعد الجبيلة؟ سليمان واضح اني انضغط صح؟ واضح اني انضغط ولا عادي؟ واضح 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 والله واضح والله واضح واضح فيك واضح واضح ولا غزا؟ واضح يعني وضيح ولا غزا؟ فاتك مسابقة مسويها ساعة يقول في فيل نزل البحر ولابس شورت أحمر ليه؟ ليه؟ ليه جاوب ليه؟ نزل الشورت الأخضر في الغسالة حلوة في عصف ذهني فيها عصف ركبتي تعال فيها عصف ذهني لا ركبتي ذهني ذهني الذهون عندك زايدة ذهني وشاربي أعلمكم تبغونها كذا أعلمكم أنا الله فهد سلم على الرجال وراك سلم عليه لا ساعة مدهدة أرحب أبو مسابر مرحبا والله شخصنها أنا عصب بس يقول أصلا مرحب أبو مسابر ما أدري منك أسلم الجزء الثاني الجزء الثاني بجي جنبكم نعلن النتائج أعلن النتائج ولا نخليها بعد نهاية الجولة الثانية لا أعلن النتائج لأنهم تغيروا الحين ليش ما نتسابق من جديد لا لا جولة ثانية جولة ثانية جولة ثانية فريق سعيد متقدم بنقطة كفو ليه في أفريقيا ولا بالحالة أعترض 4-2 3-2 ايش رايك يا شباب ايش جاوبوا ايش جاوب جاوبت المطر بس وغيرها والثانيه شو اسمه ما في شيء زايد ما زايد لا لا جاوبت المطر بس طيب واحد مع فهد لا مسرط بسم الله رجع مع فهد طيب عادل تروح مع سعيد تم طيب تعال عنده خلاص 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 من انا وياه يلا كم كمية انت مع مين انت؟ انا بشوف صوره زايد هذا احنا ثلاثة زايد معنا جالسين لا خليك معنا انا طلب طلب معكم لا معهم معهم يلا لان الفريق هذا لا ما يجي معنا ما يجي يحتاج نقاط لا لا ما يجي معنا ما يجي معاها طيب تعال معنا لا ما يجي معنا يلا قم اقعد كذا لا لا احنا خلاص حلو جاء احمد ارحب ارحب قم قم هذا راح يرجع جديد يلا واحد مع مع فريق ذا واحد مع فريق ذا احمد معهم عيال يلا يلا عيال يا بابا يا بابا احمد احمد انت مع الفريق مع فريق عادل وسعيد امسك اخويك ذا علي مع فريق فهد ومسرط تمام يلا احنا ثلاثه وهم اثنين تمام معكم علي واحمد مع الواحد لما ندخل على الرجل يسلم كانت سقاطه وفكره المبادره اول شيء هذا زايد لا ساعه يسلم ما حد سلم عليه طيب يلا السؤال عندكم أحمد عادل سعيد سقطت طوبة أو بلوكة من أعلى مبنى ولم ينكسر الزجاج الذي بالأسفل لماذا؟ سقطت طوبة؟ لأنها ما طاحت عليه لأنها لم تقع على الزجاج وإجابة صحيحة ألف مبروك الحمد لله الحمد لله سجل 1 بوينت 1 الف مبروك ايه ربك بيجي غلط عنده بس طيب ينتقل السؤال للفريق الاخر السؤال ما هو الشيء الذي يحملك ويحملك وتحمله في نفس الوقت بسرعه الوقت بينتهي يحملك وتحمله في نفس الوقت والله ما اعرف بسرعه الوقت احسبوا لنا الوقت يحملك إذا انتهى الوقت خلاص الملابس الحذيان وانت بكرامة إجابة صحيحة ألف مبروك طب زعل خلينا نحذر الإجابة واحد قال ملابس واحد قال حذيان إيه ترى ترى أنا على الإجابة الأولى أنا خلاص خلاص أنا على الإجابة الأولى يلا طيب السؤال ينتقل عندكم ما هو الشيء الذي لا يسير إلا بالضرب؟ مسمار بالكرامة إجابة خاطئة المسمار طيب المسمار لا خطأ المسمار ما يصير خطأ المسمار خطأ ما يصير طيب بدق واضحة السؤال عندك أنت هو سام هو بيجاوب ما هي فائدة الأذنين تقهر زيادة شيري لا 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 اسقاط شوف شوف استبعاد هذه ما فيها خطأ عرفنا عرفنا الإجابة خطأ للسماع خطأ فائدة الأذنين هي أن تحمل النظارة وتمنعها من السقوط صح
رمديك ولا 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 خسرتك خسرتها. طيب مسفر تعال مكان علي، انت مع مسلط ومع فهد. يلا راح السؤال عندكم يا احمد وعادل وسعيد. ركز الغاز الغاز زهره. ترى اخذت هذه ورقك اللي اخت خالتك وليست خالتك، فمن هي؟ امي 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 امي. اجابه صحيحه، الف مبروك. السؤال عندكم، ما هي الكلمة الوحيدة المكتوبة في جميع القواميس بشكل غير صحيح؟ ما هي الكلمة الوحيدة والله التي مكتوبة في جميع القواميس بشكل غير صحيح؟ سعد الغرمول. لا جبل الأولى. لا دقيقة بدي أجاوب. والله استهبل. هو يسأل يقول سعد الغرمول. يا سعد الغرمول عد السؤال. عد السؤال سعد الغرمول. والله بينتهي الوقت. كيف معهم الوقت؟ عد السؤال. طيب ما هي الكلمة الوحيدة المكتوبة في جميع القواميس بشكل غير صحيح؟ الكلمة خاطئة. هل خلاص خطأ؟ بردك الوقت. انت الوقت. الكلمة الغير صحيح. الوقت. طيب دقيقة احنا بنجاوب الإجابة صح. الكلمة الخاطئة. انتهى. ليه؟ وش طيب؟ إجابة خاطئة. صح. إي وش الإجابة طيب؟ أنا أقول لك بشكل غير صحيح. معناها كلمة بشكل غير صحيح. الله هي نفسها. لا طيب. لا 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 خاطئ. وين ما في شيء مكتوب خاطئ هنا اقول بشكل غير صحيح في جميع القواميس بشكل غير صحيح. هي نفسها بشكل غير صحيح. انت هنا بمخك انت والله سيت غباء. لا معليش معليش اقسم بالله ثم اقسم بالله انا اجابتي صحيحه بس يلا. طيب انت قلت ما قلتها قلت كلمه خاطئ الغير فلن قلت اللي قالها. ما هو الشيء الذي يعبر من فوق البحر دون ان يبلل؟ طيارة. إجابة صحيحة. ألف مبروك. هذه شحلة. فريق هذا متقدم. شحلة دي كلها أسئلة. شحلة. والله داستينا يا بنا برايم. طيب السؤال لكم أنتم. خرجوا الشحلة. لماذا القطار من وسائل المواصلات المهمة؟ لماذا؟ لماذا القطار من وسائل المواصلات المهمة؟ عشان الوقت. همشي. اتمنى الوقت ما يكون طويل زياده. يا كم سؤال سهله. يلا ورنا سهله عشان ياخذ بدري لان هي ود مسافرين. خلاص خلص الوقت. انت الوقت اجابه خاطئه. معجل خاطئه. ايش ذا القطار اللي عطوه خلص خطا. عطنا الثانيه. تدري ليش؟ ها لان يوجد تحت خطين. ها مهم تحت خطين. حلو شو الذكاء. الذكاء والله هذا ما هو ذكاء هذا والله. وش بابا يا اخي اثرنا كل اغبياء عطى مؤثرات يا عمري. يلا يلا طيب عطى. طيب تكلم عن نفسك. اسمع. لا 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 نسمع عندنا هنا عابر ترى الخطي عند اللي با هاك عليك ما تجي دخل. لماذا حيوان؟ الله لا يوفقك. ايوه اي والله يعني شوف انك ما دمسك فقره الدلمه. لماذا حيوان الخرتيت مشغول دائما؟ خرتيت وشو؟ لانه خرتيت. حلتيت؟ خرتيت؟ لانه ياكل حلتيت. تضحك. خرتيت لانه نايم نايم. انت الوقت اجابه خاطئه. لا لانه نايم دايم. خطا. لانه وش تقول؟ لانه تيت تيت تيت. غريبة يا عادل ما حليتها. عجبك هذه الشهادة. شغلهم صوت اطفال شغلهم مكيف يا جماعة. والله حر حر. حلوة حلوة. طيب ركوا شركة تيت تيت. سعد اول شيء سعد انت ورق دي وين جبتها؟ هاي من فريق الحصار. الله يحييك يا اخي يعجبك فريق الحصار. طيب علي علي بابا علي بابا علي بابا. انت علي بابا. انت علي بابا. اجلس روح اجلس. انت علي بابا. لو رقدي من وين جبتها؟ طبعها جعلها يطبع اخي ان شاء الله. خربت عليه. هذه فقرتي ليه؟ متى جت فقرة؟ الله لا يحييك ولا يحيي عدوك. وش فقرة؟ تو اجيبها. عرفت بالخرتيت؟ انا جايبها عندي. انا جايبها طابعها من عندي. ما جيت انت. انت مين انت؟ انت مين انت اللي مين؟ انت بنقالي؟ بغى يقدم لها اسئله لي وما ادري كيف عليه. وعاد هذا مشكلتك. ايش تراني عنك؟ شايفها يعني؟ هذه اسئله قضيه. قضيتي فقرتي. فقرتك انا ايش تراني عنها؟ سجل عادل. سجل عادل. صادق ولا يمزحوا؟ فقرتي سجل عادل. والله انا فقرتي انها اسئله واجبه. ايش اسمك؟ سعد ايش؟ سعد ناصر. سعد ناصر مو. طيب عادي عادي دقيقه دقيقه. شو كيف بنصدم؟ طيب اسمع اسمع. يلا يلا بالله خل كمل خل كمل. في سؤال هنا مهم. اقسم بالله يا رجال. مجرم مجرم. والله اقسم بالله العلي العظيم اني ما ادري عن شيء.
طب طابعها من الجوال. وني طابعها من جوالي من عند الإذاعة. طابعها من جوالي. من جوالي كيف الجوال؟ من جد. يعني قوي شيء مو بلمين بكر دبل. إيه شو اسمك أنت أنت ما سعد. تظلم رجال قاعد يلعبني ونسنا وظلمته. رجل أبو عيال. شو اسمك أنت مين؟ كحمل مين؟ ما أدري شو رجال جاني كذا. طب نهري. اسمع ارجع ارجع مسفر خلاص اجيلك فقره ثانيه انا بختار لك فقره ثانيه مسفر ابوك انفصل خياط فلاني قال عرفته من الخرتيت ما من الخرتيت ولي رفع بس اسلم جاوب يا ابو ناصر اوريك يا ابو ناصر جاوب لك شعر واخر شيء اوريك عرفت اجوبتي اصلا السؤال السؤال عندكم خلاص اعطاكم وجه زياده على اللي تفضل علي بابا هل هو مذكر ام مؤنث هل مذكر وشروق نبقع في الهند ليش مذكر معروف اذا في الهند يسمونه علي بابا ليش مذكر معروف لأن بلاد اسمه علي. أعيد لك السؤال، ليش علي بابا اسمه اسم مذكر؟ ها؟ قربتها لك. بابا. لأنها علي أبو بابا. كذا بابا كذا. خطأ. ها؟ بس تكون مؤنث، مو قول علي. الاسم مذكر طبعًا، لأنه لو كان مؤنث كان علي ماما. صح. صح. أنا والله داري من البلد بابا ذي. قايل أقسم بالله أنتوا كيف أنتوا؟ من اللي جابكم في عابر هنا أنتوا؟ عطني السؤال عطني السؤال. الأغبياء والله أنتم عطى السؤال شوف شوف كيف نجاوب السؤال ينتقل إلى الفريق المتقدم لا تسقط يا عادل لا تسقط أذكر ما بنجاوب صح عادل أذكر ثلاث أنواع من السمك الوقت يمكن. ثلاث أنواع من السمك نو كنعد كنعد هامور جمبري خطأ الإجابة سمك سمك مقلي سمك مشوي سمك مملح يا رأس يا شباب انتو ذكيا بسهول غبي بالله انتو ذكيا بسهول انا كيف ان انت الغبي انت اياه الغباء والله منكم وفيكم يلا عسى هذا طيب يا وجه المسفر راح يقول عرفت ابو خرتي انا الظاهر الربع انا مرسل اسئلتي له احنا مساء علي سعيد اوه بيض الله ايوه الظاهر والله جاهز اغاني اي ده انا ما راح اطبعها الله سجل يجيك طبعا انا قهر يا رجل جبته اي والله بس النظاره ورساله سعد والله من علي ضاطي قرا سعد احسب له ابو سعيد يا بروح اتاكد اجيك من ابن داره تعال وش تعب بجيك بجيك يقول عرفت من الخرتين السؤال انتقل اليكم سؤال مهم سؤال مهم يا جماعه تكفى اذا ما جاوب اي اذا ما جاوب ممكن يجيكم في البرنامج سعد تكفى سعد تكفى بقى سبع اسئله يطقطق عليها اخر الليل واجد في ورقتين قبل شوي قلتها الجوله هذه ورقه هذا بعد معك الجوله الاولى هذا معك انت توزعتوها فقره مسفر لا قاعد اعطني اياها قبل وزعوها اي هذا الجوله الاولى وهذا باقي منها اعطوه اياها بس اذا جاوبوا غلط يعطونا خمس ثواني عن الصواب السؤال المهم يا جماعه ما هو الشيء الذي لا يصاب بالرطوبه مهما كانت كميه الامطار ترى يمكن يجيكم في البراين السحاب انتهى الوقت المسمار ما مدانا انت المسمار ولا طاقتك شريف ما هو الشيء الذي لا يصاب بالرطوبه مهما كانت كميه الامطار البحر ايش تزيد اجاوب فكر بس انت بس كذا فاضح حق ترندات تيك توك صح الماء ما تفكر فكر فكر إجابة صحيحة البحر قصدي. أنا اللي جاوب. ألف مبروك. حبيبي. نسوي كذا. سوى له حركة في التيك توك حلوة. قال كذا. أقسم بالله أضبطك ما شاء الله تبارك الله. والله. اللي وين؟ اللي في السيارة؟ إيه. أنا حسبت بطيح أثناء الحركة قال كذا. أنت خبر اللي يحطون الدماء اللي عند محلات أول ما تفتح يمكن كذا. ضبطها صح ما شاء الله. بس أنت ما تبدمي لا تحسب لنا إسقاطه. يسقط هذا يسقط من أمس. أنت شو في سوالفكم صارت كلها أسقاط مسقاط إيش حياتكم كمل عطنا تعجبني يا فهد لا اليوم بنسوي ترند والله طيب أنا بسوي السؤال عندكم يعتبر الأخير وبعدها نعلن النتائج خرج رجل أثناء المطر الغزير دون شمسية اللي هي المظلة الإمبريلا ومع ذلك شعر رأسه لم يتبلل لماذا لأنه أصلع يا اخي حتى منيب تعبنا كل شيء تك 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 ما يمدينا نجاوب تك 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 جاوب صح ولا لا بأمانة في الوقت يقول ما تبلل شعره الا انا اصلع انا اصلع وانا هذه الرساله اوجهها لجميع اجابه خاطئه ليه؟ ليش انت كذا متاكد وواثق من اجابتك؟ ليش؟
لان معه مظله ثانيه حاطه بجيب. اي شوف الغبي. لا وري الاجابه. لا وري الاجابه. انا وري الاجابه. انا اللي انا وري الاجابه. اجابه اقول لك شيء. انت تعال مبروك الفوز لكم. الفوز لكم هذا. مبروك. حطنا شيلة الفوز. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. عشاء. ها. الف مبروك. الله لا يبارك. لانك تعديت على الاداره. جاي تشككهم. فايز فايز انت فايز. فايز. اروح تاكدت من الاداره. دقيقه بس فلوس. دقيقه ايش تسويها؟ ايش؟ وش؟ اوه انا؟ او ماي جاد يبغوني. معليش هارد لكم. الفريق الفايز الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الرجال كيف؟ كلهم متعادلين يعني؟ لا لازم احد يكون فايز. كلهم متعادلين. كلهم فايزين الف مبروك. تعال بك تعال. الاسئله ويش؟ انا مسهلك. تعال مسهلك انا صح؟ ايش؟ مسهلك الاسئله. بالغلط صح؟ ليش ما سالت لي؟ اقول ايه ولا لا؟ مجرم. مجرم يا رجل مجرم. كان جاب خسرتي تطلعها يا ابو ناصر. انت الحين تبغى اقول ايه قدام العيال؟ اقول ايه ولا لا؟ شو تقول ايه؟ خلاص هي راحت. الناس اللي ما يعرفونك. شفت انت شفت مقطع ولا ما شفت مقطعه؟ التيك توك اخر فيديو نزله. ايه حلو. شفت الناس اللي ما يعرفونه يقول يا اخي وش ذا الفندق ود اللي موظفينه فلاويه يحسبونه حق الاستقبال. ترى اسمع ترى ما هي اسمع ترى ما هي بسبب بالعكس مدحه بالعكس مدحه. لا 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 اسمع كان ينتظر انك تمدح. لا مدحه ترى مدحه. يفتحون الباب يدخلون. لا ترى مدحه موظفين دائما الاستقبال انيقين صح ولا لا؟ مدحه والله ايش فيكم انتم؟ ها؟ خلاص بس خلاص يا جماعه بعترف لكم اعتراف. ها؟ بعترف لكم اعتراف. شنو سابق يا جماعه؟ بعترف لكم اعتراف. قبل شوي كان الجو ملل. جالسين سوالف ما في شيء يحرك، نبغى نحرك الموضوع. فرحت عند صح؟ رحت عند الاعداد. سمعت؟ في الولا والشوق جينا والفرح عم المكان جينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان بين شعور وبين قصة وبين مزح باتزان عبروا لاني بعبر الأثر ثبت مصان بين شعور وبين قصة وبين مزح باتزان عبروا لاني بعبر الأثر ثبت مصان. مشتاقين للعمرة أودكم تزورون الحرم بس مشغولين وشايلين هم التصاريح والسفر؟ فرصتكم الآن تأدون عمرة بأجواء ترفيهية وإيمانية رائعة خلال يوم واحد فقط وبتوفير كبير على ميزانيتكم بدون التفكير في هم المواصلات أو البحث عن فندق أو استخراج تصاريح دخول الحرم. كل اللي عليكم إذا كنتم ناويين العمرة تلبوا تلبسوا إحرامكم وبتلاقونا قدامكم في